بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا. غادي نشوفوا الأب ديالها في المكان طبيعة الحال كيفاش تم العطور على الأشلاء ديالها، وكذلك غادي نتكلموا مع الأم ديالها. تبعوا معايا هنا فين تلقات المرحومة العظام ديالها، اللباس، الراس، تكلمي. تلقينا العظام هنايا، والسروة ديالها في ديك الجهة، ديك الكسوة ديالها في ديك الجمجمة ديال الراس، والشعر الشعر ديالها في ديك الجهة، كل جهة شي مشت، عظمة ديالها مشتين. ايوا دابا داك واحد السراح زعما اللي خبرنا، زعما هو اللي اول مره زعما شاف هذا الشيء، وخبر واحد السيد زعما صاحبو عنده النمره ديالو، داك السيد من الدوار ديالنا عاد جا خبرنا في الدار. انا كنت في الدار ديال العم، مرت خويا هي اللي خبرتني في التليفون، قالت لي ها اللي كان اللي كان. صافي تصدمت، صافي شديت التليفون وما قدرت. قال لي ولد عمي مالك، صافي سكت انا ما قدرتش نهضر حتى ما هلتي شويه عاد. قلت لها اللي وقع صافي. قال لي غير تهدن، قال لي غير تهدن بلاتي. عاد واحد السيد زعما كيعرف جدر ميا زعما من العائله، سولته زعما كيخدم معاهم، سولته قلت لها اللي كان خصك تعلم الجدر ميا. قال لي باقي ما تعلمهم حتى تاكد باش ما يجيوهم يلقاو زعما هادشي خاوي، ولا خصك تاكد عاد ما تعلمهم. قلت له صافي داكشي راه غير علمهم. صافي قال لي خصك انت تمشي مع داك اللي شاف اللي علمو زعما في التليفون، ماشي سراح، داك اللي خبرك ركب معاه. زعما نمشيو عند جدر ميا، ركبت معاه ملي وصل. قال صافي عاد جينا، وصلوا الناس اللي وصلونا هاد لهنايا. قلت شوف هنايا باش ما يوس باش ما اه باش حتى واحد ما يمس العظيمات والشعر. عادي ما حنا جينا وهما كيصوروا كيصوروا. ملي نزلت شفت ترك الكسوه ديالها والسروال، صافي شفتهم زعما صافي تصدمت قريب زعما نطيح في هذا المكان. صدمت صافي جلس حتى شويه تهدم. صافي غير جلس معاهم زعما جدر ميا زعما هما كيصوروا، وخلاو داك الشيء حتى جاو دوك اللي غادي يجمعوا العظيمات. عاد جاو صافي داروا صوروا داك الشيء وجمعوا داك البحث ديالها، الكسوه ديالها لقاو فيها شويه ديال الدم. قال لي حتى تمشي معنا زعما ناخذوا فيك شويه الدم باش ندير ليه زعما واش هي ولا ما هي. صافي مشيت معاهم حتى خذوا الدم. جلست صافي رجعنا داك جدر ميا زعما للدوار. صافي عندي السي صمد بغيت نسولك واحد السؤال. واحد انت البوات، انت الاب، كيفاش كتحس انت والاحساس الوالدين ما تيكذبش؟ منين دار هادشي؟ يا احساس، واش هادشي عنده علاقه بهداكشي اللي كنعرفو ديال البنت شويه زهريه، داكشي ديال الكنز، داكشي ديال واش هاد الناس اللي او هاد المجرم اللي ارتكب هادشي، واش هادشي عنده علاقه بهادشي؟ الاحساس ديالك انت كالاب ديال المرحومه شنو بان لك؟ غادي يكون داكشي زعما داك زهريه زعما ما انا ما عرفت داكشي حتى زعما ملي تهضرت نهار الواه درت التصويره ديالها والسميه ديالها في الفيسبوك، عاد شافوها الناس. ملي شافوها قال لينا هذه البنت زهريه في العينين. عاد زعما جبت خبر واش هي زهريه، انا ما عرفت زعما وزهريه ولا ما زهريه، ما داكشي ما نعرف انا. وهادشي دابا سي بصمه ديال الكنوزه وهادو اللي تيقلبوا بهذه الطريقه واللي يقلبوا على الاطفال ويقتلوه من اجل الدم، هاد الامور هادشي في الدور شويه كاين بزاف ولا قليل؟ الله اعلم، ما زعما ما شفت انا داك الشيء. واش اللي كتسمع به انت هنا واش كيقلبوا على الكنوزه بزاف؟ كاين هاد كاين هادو اللي كيذبحوا بحال عدنان زعما حتى هو زعما الله يرحمه. كلشي داك الشيء زعما كاين كياخذوا الطفال
الا كاين في داكشي في العينين يحيدوا العينين ولا يذبحوه ولا باش ياخذ الفلوس. الله ياخذ الحق فيهم، الله ياخذ الحق فيهم. ولا كل داكشي شي كلمه بغيتها من عندك لهذا المجرم من القلب ديال كأب؟ الاعدام، باش هادشي يتحدى، ما يكون زعما القدام زعما الا ما قاد هذا المجرم من هنا لقدام غادي يزيد اكثر. الا كان ممكن بغيت نعطيك الميكرو انك نوجه لك السؤال وانت توضعوا ليها باش انت تترجم معنا الكلام والحضور ديالها في هذا المكان. كيفاش الاحساس ديالها هي في البنيه مسكينه؟ بس حسها راسها القلب محروق، يعني موت غيت لك مزيان ورت الصدار درس يدارنا وراس قسيحن دار استوى اللي الزر ولا نطاس وتغي ناعمات لك مزيان وتغي كما قالت لك يعني ان الابنه ديالها يعني بنت الاخ يعني كتعاني عندها مشكل في العينين وعندها مشكل في الرجلين ما تقدرش حتى 100 متر يعني تمشاها نورمال هكاك وما بالك شوف واحد المسافه طويله وجبال وهضبات وبزاف يعني وطريق شاقة يعني مستحيل باش توصل هنايا الراسة وما يمكنش ما كاينش احتمال. بغيت كلمة أخيرة مع الأم، بغيت شي كلمة من عندك للمغاربة. عطني عاون ربي يستر سيصن داس نتمنى يحل المعاونة شكون باصوري وريت تخدم كرا اللي خدمت المعقول الراون اللي قيسنا ودرسنا بزاف الخاطر كودني يتلا دري قتل تفقى داري وداس الخاطر. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. النصيحه غنتشكر قبل ما ندار غنتشكر كل نويت ديش كاني ندار نوخ غنتشكر الملك دو الراون متن خصاتنا قبل اشكو يسي دغي كودوار وجريست الثقة وشكرا. شكرا لك. نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يفرجها عليكم يا ربي والله يجعل محبتها صبر. مشاهدينا الكرام، كلام مؤثر صراحة، لا من الأم ولا من العم. حنا كنتواجدوا في المكان اللي تلقت فيه الأشلاء ديال المرحومة وهي عندها إعاقة والتحليل ديالو بطبيعة الحال صائب 100%. من الصعب أنك توصل لهذا المكان، حنا على بعد مسافة من السيارة، يعني الطريق جد واعرة بالنسبة لنا احنا وشاقة كذلك. أما بالأحرى أنه طفلة وعندها إعاقة على مستوى الرجل وتمشي بها لهذا المكان، يعني شيء مستبعد. هذا عمل متعمد بطريقة أو بأخرى. ما يهمنا في الموضوع هو تنوير الرأي العام وتقريب الصورة ما أمكن وتقديم الإفادة للجميع والبحث. بعد ما مر أكثر من شهر على الاختفاء ديالها، احنا دابا غنبقاو نضمنوا في الفيسبوك ونشجبوا ننزلوا التصاور. هادشي خصو شي حل. ايوا شنو الحل؟ ايوا الحل ما كيعجبهمش المسؤولين، ما يعجبهمش الحل، وبزاف ديال الناس اللي هما مؤثرين ما كيعجبهمش الحل. شنو الحل؟ وراه الناس قالوا الحل الكلمه يعني المختصر القصاص صاف، يكون الردع هادشي اللي كاين. وقبل ما نتكلم في هاد القضية ديال نعيمة، العائلة بقى صغيرة يعني غير مكلفة، مشات عند الله الدعاء ماشي ليها لأنها غير مكلفة مرحومة إن شاء الله. الدعاء للوالدين ديالها بالصبر. نادية سنيبر هكا الزين هكا. يلا سير دير تحضير. يعني ملي كتقول لهم الناس تطبيق شرع الله ولا ايوا انتم، هالواقع هو هذا، هالواقع هو هذا.
دابا ساعه كنسمعوا الاقتلال الاغتصاب وعاد بشويه شفت واحد الفيديو في البرنوسي مصور هنا وترى شي حاجه يعني منادم يقدر ما يخرج على الطريق ويعبر بشي تعبير ماشي هو هذا. دابا شفت واحد الفيديو في البرنوسي واحد خارج بالسيف وتكلمت في الفيديو اللي فات اللايف اللي فات تكلمت على هذه النقطه وتكلمت سبحان الله بالضبط داكشي اللي قلته تكرر في الفيديو في البرنوسي. فيديو منتشر دابا في الفيسبوك يلاه انتشر هذا النهار هذا في البرنوسي واحد خارج بسيف والناس مجموعين والحيحة والغوات والبوليس وواحد خارج بسيف والبوليس في يده الفردي كيترعد اعطيه واضرب والزمر اضرب انت مالك كترعد تما. والمضحك فين هو الكارثة الناس ماشيين كيشبروا في اليد البوليسي رانا شي حاجة والمهم براسكم عملوا اللي بغيتوا صار ما بغيتوش تشوفوا الحل الأنسب. قلتها لهم في الفيديو آخر أي واحد خرج بموس فقط ماشي سيف خرج عافي يدو موس هنا لهاد البلاصة هاد وانت بوليسي وما تعرفش تضرب بالفردي لاش صالح وهاد البوليس عاطينهم انتو ما تسلح لاش يتصوروا بيه واش حال هادي كان الخوف وكذا ما بقاش دابا إذا خصكم تستعملوا هالطريقة هذه أي واحد خرج